صباحكم ومساءكم طلابي ومتابعيني من كل دول العالم. بعد الدرس الماضي ما نزلت لكم اياه، شفتكم قديش حبيته، وهو اللي مرتبط بالرايكي والرايكي الكوني. كشفت لكم بعض الاسرار عن الرايكي، كيف علاقته بالعالم اللاوعي والوعي الوعي الكوني. حبيت كملكم سلسلة الأسرار عن العلوم هي، ولحقلكم عن شغلة اسمها برانا يوغ. لحقلكم شغلة عن برانا يوغ لتقدروا تستوعبوها مظبوط شو هي برانا يوغ. بالبداية بدنا نعرف انه نحن في عنا شيء اسمه شاكرات، والشاكرات هي اللي موجودة في إلى هي عبارة عن، نسميها إذا بدك حطها بعلم النفس، هو لا شعور أو العقل الباطن عند أهل الهند. يعني أعطيكم إياها بطريقة بسيطة، إنه في عنا شغلة بعلم النفس اسمها لا وعي أو لا شعور أو العقل الباطن، كلها تسميات على حسب المدارس أو الأوقات اللي صارت فيها وانتشرت فيها النظرية. كان يسموه لا شعور، بعدين العقل الباطن، بعدين اللاوعي، وتسميات الأول ما لآخر. كليات هي التسميات عند جماعة اليوغا شو اسمها؟ الهالات. يعني الهالات هي خزان مرتبط بحالة اللاوعي البشري، فيها كل المعلومات يلي بتخص تجارب الإنسان من خلال حياته، من أول ما بيكون بطن أمه لحتى يموت. وفيها بجزء منها معلومات كمان حتى النشأة تبعه ورحلته بحياته، وحتى فيها معلومات أكثر ما تتخيل موجودة مخزنة بالباطن تبعه، حتى علاقته الباطنية الإنسان مع إيمانه ومع العوالم الأخرى. وهي صعب هلأ أحكي لكم إياها وتستوعبوها مني، بدها فترة تقدروا تستوعبوا الفكرة. شوي شوي نحن نقلكم إياها ونشرح لكم إياها. طيب، عرفنا نحن هي الشاكرات، وبتلاقي كتير من الأشخاص بيجي بيحكوا لك على الشاكرات، وبيجي بيقول لك اللون هي تبع كذا. بترد شو بتسمع؟ يعني اذا قريت هلا، حطيت على جوجل، عم حطيت كلمه شاكرا، بتلاقي في صور كتير، بس الصور مختلفه بالالوان. بتلاقي غير هيك، بتلاقي في كتير مقالات نازله بس مختلفين وبطريقه الالوان وبعدد الشاكرات. طيب يا موفق، وين الحقيقه؟ أول شغلة بتكون تعرفوا الاختلاف هذا، لأنه اختلاف على حسب الشخصيات. يعني شاكرات الشخص ألوانها وكبرها تختلف من شخص لشخص. يعني مثلا إذا جبنا واحد مصارع، هنلاقي الهالة الأسيرية كبيرة عنده، تمام، بس مو نفس الوقت ممكن نلاقي الهالة العقلية أو الروحية صغيرة كتير. إذا جبنا شخص روحاني متصوف، حنلاقي الهالة الأسيرية صغيرة والهالة البيضاء أو بسموها المطلق كتير كبيرة. معناته هون كل شخص على حسب تصرفاته. يعني الشخص اللي مثلا عايش بالكبريهات حالته غير الشخص اللي عايش بالمراكز الدينية، غير الشخص اللي عايش وين بين العلم والعلماء وبدرس الفيزياء والكيمياء، غير الشخص اللي عايش بيلعب الرياضة، غير الشخص اللي عايش بالمدينة. مش هالشغلة بتختلف المواضيع وبتختلف ألوان الشاكرات وبرمجياتها. وتيجي بتقلي طيب المدرسة الفلانية قالت كذا، المدرسة الفلانية قالت كذا. طبعا، لأنه كل مدرسة من المدارس هي إلى مذهب معين. هذا المذهب المعين هي بدك تفوتك وتبرمج لك شاكراتك على حسب هي شو بتعتقد. بس بشكل عام نحن حنعطيكم ألوان الشاكرات، يعني حعطيك طريقة مبسطة.
هي الأصول الشخص الكامل، يعني هذا اللي بنقول ما حدا مأثر عليه، لازم يكون ألوان شاكراته من ألوان شاكرات قوس قزح. بيختلف معتقده على حسب معتقده، بيختلف على حسب مهنته، بيزيد لون عن لون. طيب عرفنا هي الشاكرات، شو العلاقة الشاكرات بالبرانا؟ قال في شغلة هون من أنا عارفة، أنه هي الشاكرات، وإذا طلعت كلمة برانا، أصل كلمة برانا هي كلمة هندية، وبيانو فيها المقصد بكلمة برانا. هلا بيقولوا لك هي الطاقة، هي في جزء بالطاقة، يعني طاقة أنواع، يعني مذاهب. إذا بنلاحظ نحن عم نطلع على الجو، خاصة بانعكاس الضوء، وده بيكون بحالة بنفسجية، بنلاقي في ذرات. ذرات هي مشعة موجودة بتبين أيام وقت الشمس، وأيام بتكتر وبتنقص. بتوقع ما في واحد فيكم إلا ما شافها بالجو، وخاصة إنه بيكون قاعد هيك مسترخي. هي الذرات بسموها ذرات لبرانا، هي اسمها لبرانا، يعني الهدف الرئيسي لبرانا هي هي هي، وهي كلمة هندية. هلا كيف انتقلت لبرانا وصارت بالفلبين؟ في أحد الأساتذة هو أخذ كلمة برانا وسوى مدرسة برانا بالفلبين. طبعا مدرسة برانا بالفلبين هي مدرسة صغيرة جدا، لكن ليش انتشرت بالوطن العربي وخاصة بدمشق وبحلب وشوي بدوي؟ طبعا ها جا بتعرفوا انه نحن بالعرب مو كل هالقد بنقدر نجيب الأساتذة الكبار كوضع مادي، انه هدوك الأساتذة الكبار بياخذوا كتير مصاري، وبدنا شغلات سهلة. فهيك التفكير العرب في شغلات سهلة، وخاصة هدول تبعات المعاهد وما المعاهد. فجابوا احد الأساتذة من جماعة لبرانا، جابوه وقضى على دمشق وعلى حلب، وكان ما في غيره وقتها معروف، جابوا وعلى أسرة هذا الحكي من 20 سنة. وهو كان مسيحي، تمام. فهون الكنيسة، الكنائس، في بعض الكنائس بدمشق دعمت القصة هي. كان مقابلة في عندك جماعة البرمجة اللغوية العصبية، هن شو عاملين؟ متبنيين البرمجة اللغوية العصبية بدمشق وبقية المحافظات، بس كتير كان دمشق. فكانوا شو عاملين؟ صاروا يعملوا البرمجة اللغوية العصبية الإسلامية. ما بلا ردة فعل المسيحية بالشام، جابوا شو؟ مو كل المسيحية، عم قول بعض المسيحية وبعض الكنائس، جابوا شو؟ فتحوا الصالات لمين؟ لجماعة لبرانا، كرد فعل انكم انتم يا مسلمين جبتوا البرمجة اللغوية العصبية، نحن جبنا لبرانا. بتعرف دول المسيحية والإسلام دائما الله يخلينا ياهم الاثنين بحبوا ينقروا على بعض من تحت لتحت، صحيح صحبه هنين، بس يعني هي تنقيراتهم لا بد منها. فانتوا برمجة لغوية عصبية ساويتوها بالجامعة، نحن بنساوي لبرانا بالكنيسة. طبعا انا ما عم احكي على كل الكنائس، عم احكي على كم شخص، ومو كل الجوامع دخلت البرمجة اللغوية العصبية، كمان كم جامع، يعني متعصبين هدول ومتعصبين هدول. المهم انه هون لبرانا انتشرت بسوريا. بعدين جماعة المسلمين عجبتهم شو؟ لبرانا، قالوا لهم وين رح تاخذوا لبرانا؟ اندحشوا فيها. وين اندحشوا فيها؟ اول شيء كان في عنا بالشام هيك مجلس المطلقات، كل واحدة مطلقة من جوزها، أرامر ومطلقات، عشان شغلة بتلاقي قلال الشباب اللي بالبرانا. فأجوا جماعة المطلقات اللي لا 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 شغلة ولا عملة، لا لا دارسة ولا شيء، ولدين ثلاثة طلقت من جوزها ما لقيت شغلة. وين؟ على برانا. شغلة سهلة، قياس طاقة، دورة، بتاخدي المتقدم متأخر تبعك، بتدفعي لك $500، نعطيك شهادة ماستر وركدي، قيسي الطاقة وتفزلك على الناس، وأحسن وأحلى من الفزلك $500 ما في منه. وهذا اللي صار من جماعة لبرانا، انتقلوا صاروا بعد منا لفترة، هي الحكي من شيء 10 سنين، كل واحدة بدها تطلع غزي بالبرانا $500 وخذي شهادة ماستر من الفلبين بيعطوها $10 وركضوا. وصار في منهم بتعرفوا السوريين نازلين طالعين على دبي، في منهم صاروا طلعوا بدبي، وشو جابوا كمان على دبي ونقوا الدعوة
دبي، وبعدين صارت أغلبيتها بالوطن العربي وانتشرت لبرانا هون. طبعا لبرانا مهير، حتى المؤسس تبع لبرانا كان يحكي انه بيعالج كل الامراض وبيعالج حتى السرطان. الغريب بالموضوع انه هو مات بالسرطان. هل هو بشكل عام شخص ما له سيء، بس هو مو هو المعلم الاكبر، اكبر معلم في العالم، ولا هو قدام الكبار كتير، ولا مدرسته قوية، وما لحق كم سنة ومات، ومات صغير، يعني ما بتجاوز عمره يمكن بتوقع شي 50 سنة. ومرته بيقولوا أخذت المدرسة ورجعتها للهند، مرته هندية. طيب هلأ شو السبب اللي احنا عنا انه الطاقة بكل دول العالم بتلاقي الرجال وأساتذة كبار وناس فهمانين وفلاسفة، ممكن تلاقيها لحنا بالوطن العربي، تلاقي المطلقات اللي لا شغلة ولا عملة، اللي بلا دارسة بتروح على لبرانا، او حتى بعض مدارس طاقه، بس لبرانا اكثر شيء لزقوا فيها، لانه اصلا نحن فهمنا الطاقه غلط. انا مالي مع انه وحده، مالي ضد انه المطلقه ما تشتغل، بس قبل ما تشتغل بالطاقه تدرس، يعني تكون فهمانه، يعني بس مو تقود الناس وهي مو عارفانه الله وين حاططها. والله وحده دكتوره، وحده مهندسه، وحده دارسه، اقل شيء تفهم، قاري، مثقفة، مالي ضد معه، وروحي وكذي الله يوفقك، بس وحدة مو عارفاني ربك وين حياتك، الفشل ذابحك من راسك لأساسك، وجاي عم تنط تقلي لي برانا وطاقة، مصيبة هي. المهم انتشرت القصة، وطبعا بنت خالتها للشام هي حلب، هيك بنقول، ولادات الخالة كمان انتشرت فيها، وفي بعض الأشخاص المتطرفين، بزمان نزلت على حلب، قاموا شو قالوا لي؟ في عنا شغلة بحلب، طبعا أنا تحياتي للأرمل، بس في بعض الأرمل بتعرفوا بوش لحاله، ما بيحبوا يعاملوا حدا، وأنا بجوز للأزمة اللي تعرضوا لها بحياتهم خلاهم يضلوا خايفين وبقوقع على حالهم. فلحنا شو منقول أنه أرمل حلب شاطرين كتير بالميكانيك وبالسيارات، بيعرفوا يصلحوا ومنيح، فكويسين، وبالعكس التعامل معهم طيب، بس بوش لحالهم ما بيحبوا يحاكوا، حتى في منهم عايشين بالدول العربية صار لهم 100 سنة وما بيحكوا عربي. فوإذا اجت الطاقة، فاجوا دول كم واحد من أرمل حلب يلي كمان متعصبين، نحن نقول بعض وليس كل الأرمل، في أرمل ما في أحسن منهم وبوجه لهم تحياتي، في بعض الأرمل كمان متعصبين، صار يقولوا الطاقة للأرمل أنتم ما لكم علاقة فيها يا إسلام، يعني تخيل المسخرة، يعني إيه الاستاذ تبع مسيحي ونحن مسيحيه ونحن هي. قام وقت انا بمحاضرتي بحلب شو قلت لهم؟ قلت لهم انتم بالعاده اذا كنتوا تصلحوا ميكانيك السيارات شو تقولوا؟ انه هذا التصليح خلق للارمل انتم العرب مالكم فيه. كمان هدول المتعصبين الميكانيك، ما عم احكي للناس اللي راقي، عم نحكي لبعض المتعصبين. قلت لهم انه هي الطاقه عالميه مو ميكانيك سيارات. ما في شيء هي تبعنا، ما بنعلم غير إنا. طبعا بالمقابل كمان في مسلمين نفس الشيء، يعني متعصبين بين الطائفتين، يعني ما بنقدر نحكي على حدا، فهذا ما بنقدر نقول انه حدا احسن من حدا، فهذا الموضوع تمام ما هو لحدا معين. وبعدين بعد ما خربت المدرسه وطلعت الفضايح اللي انتشرت بالنت، فهون لبنان. طيب شو لبرانا ليش هيك؟ لبرانا هي كانت جزء من اليوغا وليست مستقرة بحد ذاتها، هي مذهب طالعه شخص من الفلبين، نشر نظرياته، نزل الطاقة تبعه، فلسفته نحترم نحن، ولكن مو المشكلة عنده، المشكلة عند المتعصبين اللي بالوطن العربي اللي أخذوا الشغلة جزء من القصة وركدوا فيها، وعلقت بين سرسرة النسوان، وما بالك إذا النسوان سرسروا على قصة شو بتصير. طيب أصدقائي وطلابي وحبايبي، نحن شو في استفدنا من لبرانا؟ هلا انا ركضت ولا لبرانا وكذا، بدي احاول اظهرها مثل ما هي، فدت بتأملاتها، الحمد لله رتبتي بالطاقه بتسمح لي نفوت بهالشيء، هذا ما هو صعب علي، وفوت وشفت في برمجيات مرتبطه فيها، وفيها مثل ما قلت لكم فت برايكي، جبت فيها مستوى روحي عالي بالتأمل، كمان لبرانا جبت مستوى روحي فيه عالي، برانا يوغ، وسميتها برانا يوغ، ونزلت لهم كيف هي بتصير، وحكيت لهم انه الشاكرات
يا جماعة فهموا شو الشاكلات. الشاكلات في 180، أكثر من 180 مدرسة بالعالم بتحكي على الشاكلات. الشاكلات مو أنتم بتعرفوها، الشاكلات والشاكلات نفسها مرتبطة بشو؟ بالبرانة، ومرتبطة بحالة اللاوعي. يعني نفسها في عندك البرانة الخاصة فيك ومنسميه الأسير، وفي الأسير الخاص فيك والأسير، طبعا برانة أسير هي أسماء، يعني في مدارس ثانية بسموه أسير، وفي شيء اسمه شو؟ البرانة الكوني أو الأسير الكوني. وتركوا وحطيت لهم صور، وهلأ لحط لكم فيديوهات على البرانة كيف هي وكيف بيستخدموها، أو الشاكرات الهالة اللي حوالينا الأسيرية، وكيف حتى الشركات، كيف تقسيم الشركات، في شركات عالمية صارت تأخذ من الألوان هي وتعمل الشعارات تبعها، وكمان تحط مع الأشكال الهندسة المقدسة، معناتها في عنا شيء اسمه الهندسة المقدسة اللي قامت عليها الفراعنة لعنة. ومو بس هيك، عندك حضارة المايا، وعندك بالصين، والأهرامات أي بالصين، والأهرامات اللي اكتشفوها بالبحر، وحضارة أطلنطس الضائعة، وحضارة راما اللي بالهند، كلهم هدول كانوا يعتمدوا على الهندسة المقدسة وزهرة الحياة والأشكال. ضيف لهدول كلهم شيء مرتبط بهندسة الطاقية تبع الإنسان، موجود فيها شغلة اسمها هالات وبرمجيات، صاروا هون يستخدموا ما بين الهندسة وما بين علم اللون على حسب الشغل. وبتلاقي شركات كتير عالمية اعتمدت على الشيء، وهحط لكم الصور تبعها بآخر الفيديو لتعرفوا انه العالم عم يشتغل كتير. اللي بيجي بيقول لك الغرب ما بيآمن بهالقصص، الغرب هو مبني، يعني وقت بتيجي لهون بتيجي بتلاقي كل الأهرامات موجودة بكل مكان، بيعرفوا علاء الدين وسندباد، وبيعرفوا الفراعنة أكثر ما نحن نعرفه. وقت بتنزل على فرنسا بتلاقي تاريخ السومريين والبابليين، بتلاقي تاريخ الفراعنة موجود بتاخده من فرنسا. وقت بتنزل على ألمانيا بتلاقي بكل مكان موجود الهرم. مو يعني كل شيء هرم هو معناتها ماسوني، ولا كل شيء نجمة خماسية أو سداسية معناتها هي إسرائيل أو هي لا، هي حضارة بشرية. هن فهموها غير، هن فهموها هندسة مقدسة بيحكوا فيها وبيآمنوا فيها وبيحترموا، وفي عندهم دراسات فيها. أما نحن ما عنا الشيء هذا، نحن كل اللي عنا، يعني بيجي واحد بيقول لك الغرب بعيد عن المواضيع، ما له علاقة بالروحانيات. لك يا أجاب ليش إذا طلعت على الغرب؟ لك إيه والله طلعت لي سياحة، أنت طلعت سياحة عشت بيناتهم، شفت بشو بيآمنوا؟ شفت معتقداتهم؟ شفت طاقتهم؟ شفت فتت على المعارض، وشفتت على الشركات، وشفت كيف بيصمموا وكيف بيشتغلوا وكيف بيساووا؟ والله ولا بحياته فهم شو هو، ولا عرفان شو هو غرب ولا لو عرفان، بس خلاص عم يحكي. بتسأله بيقول لك ابن عمتي وابن خالتي درس بالجامعة. طيب انت بتعرف وقت بيجي واحد هون بيدرس بالجامعة، حتى لو كان دارس بالجامعة هون شو بيعملوا فيه؟ قاعد بجامعته، من بيته لجامعته، بيخلص دراسته على بلده، يعني هو ما بيعرف شيء بالبلد لأنه أصلا ما عنده وقت. يعني هو مثلا إجا عم يدرس طب أو هندسة أو أغياء اختصاص معقد هون، فكرك فاضي حق راسه بيخلص 3-4 سنوات ركض لوين؟ على بلدك. هذا ما عارف شيء بالبلد، بدك شخص عاش هون وأكل وشرب وفات وراح وشاف. إن شاء الله قريبا هيك، بس لروق شوي بدي نزل الكاميرا تبعي ونزلكم صوركم ألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد، صورت عملكم صور وأفلام بكل أوروبا، ورجيكم أوروبا قديش بيآمنوا. مو بس هيك، لحط لكم كمان عناوينهم والفرقان، يعني مثل جمعيات عندهم والجمعيات تبعهم، واخدكم لوين؟ لقلب معسكراتهم اللي بتصير كل سنة، وقديش في مناطق منها ألها، وقديش بيعملوا آلاف التمارين لليوغا والتأمل. إن شاء الله هدول كلنا حصول لكم ياهن ووصل لكم ياهن، تمام، لورجيكم إنه الناس، ورجيكم المهن حتى
اللي معترف فيها كيف هن بيعملوا، بيعملوا 3 سنين اختصاص فقط باليوقع او بالطاقه لياخذوا شهادات فيها. كله رح وثقوا لكم اياه، ومنكم مقابلات مع المان وفرنسيين وهولنديين وغيرهم وغيراتهم، لورجيكم انه اللي عم يدعوا هالشيء هي انه الغرب ما له علاقه بالطاقه واليوغا، هن كذابين لا بيعرفوا اوروبا ولا لهم سمعانين عنا. نرجع منقول شغله مهمه كتير، اعطيناكم الشاكرات، فهمناكم شو يعني شاكرات وعرفتوا، هلا فهموا شو يعني الشاكرات وعرفتوا شو يعني برانا وشو برانا يوغ، عرفتوا لمحات وتابعوا دروسي، في شغلات كتير حلوه احط لكم اياها، وان شاء الله كل يوم عندكم درس جديد وشغله جديده رح تعجبكم. كونوا بخير.